بصوا يا جماعه، انا فرجتكم على حته من الفيلم. عندي في دماغي مشهد لكل واحد فيكم عايزه يمثله، بس مش بطريقته هو، بطريقه الممثل اللي كان موجود جوه الفيلم. ابتدي بمين؟ كريم. عمل له عليك. تفضل في الاوضه عشان تمثل. عايزك تمثل المشهد لسه شايفينه دلوقتي حالا، من ساعه ما الساق طلع فوق الجبل وبيخطب في الناس. ماشي. كله ولا من فين لفين؟ لا لا لا، الجمله الاولانيه اللي سمعتها بس. ماشي. ثواني. ماشي. اطلع انا دكتور. مش عارف اروح. بيقولوا اللي بيقتل بيخش النار، بس باللي لاقي بعد ما تخلص عن الجائحة هاني هدخلكوا الجنة. تمام. تمام. Who's next؟ فاضي خمس دقايق. اتفضل. انا مش فاهم حاجة. قول لي ايه اللي انت مش فاهمه وانا فاهمه لك. حضرتك بتقيم ادائنا على اساس ايه؟ يعني مره تقول لي زفت، مره تقول لي وحش، ودلوقتي تقول لي تمام؟ وانا كمان المفروض اني مش بعرف اقرا الافكار عشان اقرا افكارك واعرف انت عايز مني ايه بالظبط. وحتى لو بعرف اقرا الافكار، انا مش المفروض امشي على مزاجك يا اخي. تعرف ايه مشكلتك؟ مشكلتك انك ما بتعرفش تفرق بين الحلو والوحش. لا 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 لا، معلش، انا بعرف افرق كويس قوي بين الحلو والوحش. وده على اساس ايه بقى؟ على اساس انك خرجت بره نفسك واتفرجت عليها وهي بتمثل وحكمت اذا كانت حلوه ولا وحشه؟ بلاش. انت عندك اي فكره انا ايه الهدف بتاعي من التمرينات اللي انا بعملها لكم دي؟ انت تملي بتفكر في انت مستني ايه مني، وعمرك ابدا ما فكرت في انا مستني ايه منك. طب ما تريحني وتقول لي انت مستني مني ايه؟ لا انا عندي فكره احسن من كده بكتير. ما اقول لك بقى على تاريخ حياتي والماضي بتاعي وبفكر ازاي الخمس سنين الجايين، واسيبك انت تدرس. اسمع يا كريم، ركز في اللي انت فيه وسيب الباقي عليا انا، مفهوم؟ تمام. حاضر يا ماما. حاضر بقى. باي. ايه العيال فين؟ بره في كافيه. انبسطت امبارح؟ انبسطت بس الضرب. ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي؟ كنت مخبيها بشعري عشان الدكتور ما يشوفهاش. واحده مودر مجنونه ضربتني من غير ما اعمل لها اي حاجه. تستاهلي يا دينا، تستاهلي، عشان ما كانش المفروض اصلا تروح الاعلان ده. ما كانش المفروض؟ ايوه ما كانش المفروض. ومش اي حاجه تعملها ياسمين لازم تعمليها. اولا انا مش بعمل اي حاجه ياسمين بتعملها. تاني حاجه انا عديت 21 سنه على فكره يا كريم، يعني بقدر اعدي الشارع لوحدي. والله تمام، براحتك يا دينا. كريم انت عارف ماما بتتحكم فيا قد ايه، وانا عندي عقده من الموضوع ده. مش هتبقى انت وهي عليا يعني. انا بتكلم عشان خاطر مصلحتك. ياسمين دي ما بستريحلهاش. ما تقولش كده على ياسمين يا كريم. انا بقول لك عشان تاخدي بالك يا دينا. على اذنك يا حاجه، يلا.